عشان نطمن بشكل اكبر بشكل طبيعي جدا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. حضرتك يا زميل امير تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن على استعدادات النادي الاهلي ومران الفريق في هذه اللحظات قبل ايام قليله جدا من مواجهه فريق اطلع بره، طمنا. انا اقول لك عشان معايا النهارده يمكن اخبار دسمه كتير. اتفضل. بداناها بحضور رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الكابتن الكبير محبوب الاهلاويه كابتن محمود الخطيب، يمكن اعطى الكاسه مع اللاعبين حوالي 20 دقيقه فداخل غرف الملابس طبعا الجديده. بعديها كان في اجتماع كابتن خطيب مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع كباتن الفريق الكابتن شريف الكرامي والكابتن حسام عاشوري حوالي 20 كده بجانب من الملعب. على الجانب الاخر كان في تاهيل لمحمد محمود وسعد سليم الساعه 4:30 عصرا، وكان في نفس الوقت برضو كان شريف اكرامي بس كان التاهيل بتاعه في الجيم. كريم نجد بيواصل التاهيل، الشناوي بيواصل التاهيل الان او تمرين خفيف مع كابتن مؤمن زكريا ايضا بيواصل التاهيل، كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر والحراس علي لطفي مصطفى شهير احمد طارق يمكن امامي هناك بيجري لهم التدريبات. يمكن مثل ما قلت كان حريص يقعد مع الدكتور خالد محمود وكريم يسري عشان يساعدنا على كريم كويس. ايضا كابتن خطيب كان حريص هو اثناء خروجه من الملعب عشان متجه لمجلس الاداره عشان يسمع مجلس الاداره كان حريص يقعد برضه مع كريم ويطمئن على كريم نزل. يمكن كان في جلسه منذ قليل بين مستر مسافي والكابتن حسام عاشور وابتدى التمرين في اجتماع لمده حوالي 10 دقائق. كان في رسالتي مع اللاعبين عن اهميه مباراه اطلع بره بعد مشاهده فريق اطلع بره وعدم الاستهواء بالخصم وطلبهم بالحصول على الثلاث نقاط سابقه او الفوز في المباراه علشان خاطر مباراه العوده تكون طبعا سهله. في جديه امامي في التمرينات، يمكن الراجل بادئ التمرينات يمكن تدريبات بدنيه باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي يوم الاحد القادم في برج العرب امام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. طيب يا شريف، يعني الكابتن محمود الخطيب كده اجتمع مع اللاعبين على الساعه 6 قبل انطلاق المران بحوالي 10 دقائق وبعد كده توجه لغرفه الاجتماعات، كده احنا بنتكلم صح؟ الكابتن خطيب جه الملعب حوالي الساعه 5:30 دخل لغرفه اللاعبين قعد معاهم شويه وبعد كده هو جلسه مع كباتن الفريق وطبعا مدير الكره جلسه حوالي 20 دقيقه وبعد كده اطمئن على كريم نجد وهو خارج واتجه على طول لمجلس الاداره في حدود الساعه 6 وال10 جاي يمكن استمرت الكره حوالي 40 دقيقه حوالي 40 دقيقه كان مع لعيب النهارده النادي الاهلي. طيب في الجانب الفني بقى بالتحديد، البعض بيتكهن واخبار الصحف معانا والمواقع النهارده بتقول ان في عناصر جديده من الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي ممكن يشاركوا في مباراه اطلع بره، هل عندك اي ملامح للجزئيه دي بالتحديد وانت اكتر واحد قريب ومتابع تدريبات الفريق؟ هل ممكن نلاقي اليو ديانج متولي قفشه بيبتدوا اساسي ولا لسه الامور ما بانتش؟ بص يا زميلي امير، الكوره مش كيمياء، الكرة واحد زي واحد بيساوي اثنين، مفيش صفقة جديدة أو لعيب جديد يقدر يخش على الفرقة على طول. لازم يعني يخش في التمرينات فترة وبعد كده مباريات ودية وبعد كده يبدأ عشان يبقى في اتجاه. ممكن يلاقي واحد وارد، لكن اثنين ثلاثة بيبقى صعب جدا طبعا. ممكن يلاقي واحد على دكة البدلاء وارد، لكن اثنين ثلاثة صعب جدا. أنا توقعي الشخصي من قرب للتمرينات لا، هتلاقي الهيكل الرئيسي هو هو اللي ختم بيه آخر مباراتين علشان خاطر الانسجام، علشان خاطر اللعيبه فاهمه بعض خلاص فاهمه من بعض ويقدروا باذن الله يكون الفوز متناول يده. انا غادر ليه ولاعب بعيد بدري ليه ولسه ما انسجمش مع باقي زملائه؟ طبعا تقلل تدريب ما فيش الكلام ده خالص. طبعا لا بس يعني برضه ممكن الراجل ممكن يفكر يدفع لعيبه وده شيء عادي، احنا في عصر الاحتراف يعني ما فيهاش حاجه يعني. وارد واحد. لكن انت قصدك يعني يا شريف ان مش هيكون في تغيير جذري في الفريق يعني قبل مواجهه فريق اطلع بره يعني، لكن وارد ان يكون في بعض التطعيمات بالنسبه للتشكيل الاساسي يعني. انا توقعي الشخصي مش هيبقى فيه، اتمنى تلاقي على دكه البدلاء، وارد تلاقي على دكه البدلاء، ممكن تلاقي واحد في الملعب لو احتاج مثلا في احد المراكز تلاقي لعيب في الملعب، ولكن الصفقات عشان يشاركوا مره واحده كده لا. طيب برنامج الفريق حتى موعد المباراه هيكون ايه يا شريف؟ لسه طبعا النادي الاهلي ما اعلنش عنه، طبعا احنا بنحترم هنا النادي الاهلي كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه سيستمه، بيعلم كابتن حفيظ طبعا الاداريين عن برنامج النادي الاهلي.
المفروض النهارده بعد انتهاء التمرين يعني عن البرنامج، ولكن المتوقع ان هو يبقى التمرين موجود لحد يوم السبت مثلا، ويسافروا او ممكن يسافر الجمعه لسه هنعرف بعد انتهاء التمرين، لان طبعا الكابتن صالح حسين بيبلغ اداره الكره او الاداريين، وبيبداوا يبلغوا بقى الموقع الرسمي وقاعه النادي الاهلي وباقي الزملاء الاعلاميين. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز المتالق شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.